تمكنت فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى لأمن ولاية الجزائر من معالجة قضية حيازة المخدرات من نوع القنب الهندي لغارة الاتجاه غير الشرعي في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيث تم توقيف شخص في هذه القضية مسبوق قضائيا. التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا مكن عناصر ذات الفرقة من حجز 3 كيلوغرام من المخدرات من نوع القنب الهندي مبلغ مالي يقدر ب 34,000 دينار جزائري وهاتف نقال. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليمياً.